طب خليني انا هون بالضبط اسالك على فكره انه كل هاي الاشياء اللي حكيتها تعني ان الاقتصاد على شفا الانهيار. مظبوط. خلال 7 سنوات تم تحقيق بالاقتصاد المصري ما لم يعني يتوقعه اكبر المتفائلين بوجود الرئيس السيسي. كيف تم تحقيق ذلك؟ عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي أول حاجة، وبعد كده هنقعد بقى نتناول إنجاز إنجاز من المراحل اللي تمت. بالنسبة للطفرة اللي حصلت في مجال الاقتصاد المصري في خلال فترة حكم الرئيس السيسي الـ7 سنوات، لو مسكنا أول حاجة هنبص على مجال من مجالات زي مجال الكهرباء. مجال من مجالات الكهرباء، إحنا وصلنا إن إحنا عندنا 28 محطة كهربائية، وصلنا إلى بإنتاج 27 ألف جيجا وات من الكهرباء، وبالتالي ده ساعدنا بعد كده إن إحنا نخش في مين مجال تصدير الطاقة الكهربائية. لو إحنا كملنا هنبص على الإحصائيات، طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في 30/6، مصر نجحت في إن إحنا بننتج طاقة كهربائية من مصادر طاقة متجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. طب احنا هنا استفدنا ايه؟ ان احنا زي ما حضرتك عارفه ان محطات الطاقه الكهربائيه بتعتمد على الوقود الاحفوري، وبالتالي نسب التلوث بتاعتها بتبقى مرتفعه، فاحنا وصلنا ان احنا نجحنا ان احنا بننتج طاقه من الطاقه المتجدده ونظيفة. نظيفه 58%، والطاقه الملوثه 42%، وده انجاز من انجازات بالنسبه لمجال من مجالات الطاقه الكهربائيه. حضرتك عندك ايضا قناة السويس، احنا نجحنا في قناة السويس ان احنا وصلنا لمستوى ان احنا مركز لوجستي عالمي، والمناطق الصناعية بها، وحركة لما عمقنا وعملنا عمقنا المجرى الملاحي وعملنا قناة السويس الجديدة، وبالتالي زودنا معدل عبور السفن. وايضا قناة السويس ليها من السبق في تحقيق مجالين من مجالات الاقتصاد، منها مجال الاقتصاد الاخضر ومجال الاقتصاد الازرق. مجال الاقتصاد الاخضر، ان احنا لما جينا نعمل قناه السويس الجديده بنشوف الاقتصاد الاخضر ان احنا بندرس قبل ما ننشئ القناه وبعد، عشان نراعي الاثر البيئي لهذا الشق من العمليات. ايضا حققنا الاقتصاد الازرق. الاقتصاد الازرق ان انا بهتم بمنتهى البساطه ان انا بهتم بالموارد المائيه وبنميها وبحافظ عليها، ونجحنا ان احنا نعمل ثروه سمكيه في منطقه قناه السويس، مزارع سمكيه، ومش قناه السويس فقط، احنا كمان عملنا على سواحل بورسعيد، كلام حضرتك مظبوط، وايضا على اسماعيليه، ومنطقه على ساحل البحر الاحمر، وايضا زي منطقه غليون في كفر الشيخ وغيرها. فده مجال اخر من مجالات الانجازات زي قناه السويس.